إذا تحية من جديد أجدد الترحاب بكل السادة مشاهدينا الكرام، بكل متابعينا الأوفياء والأعزاء لقناة الشعب قناة شوف تي في أينما كنتم في كل مكان، مباشرة من دوار ولاية سعيد الواد بضواحي قصبة تادلة بإقليم بني ملال. أب بطبيعة الحال عنده 3 ديال الوليدات، البنية ديالو الصغيرة تزادت بواحد الإعاقة، يعني ما خصناش نقولوا إعاقة ولكن تزادت من ذوي الاحتياجات الخاصة. هذا الأب جرى وجرى ما خلى من جهده ما دار على هاد البنيته في عمرها 3 سنين ونص، يعني من الزياده ديالها وهي مريضه، خلقات مريضه. غادي احكي لينا شنو اللي وقع معاه بالتفاصيل. تفضل ولي الشريف. مرحبا. مرحبا، السلام عليكم. انا الاسم ديالي الدردوري مصطفى، ولاد سعيد الواد النواحي ديال تادلة. عندي 3 الوليدات، 2 ولاد وبنت، وهاد البنية هي اللي عندها الإعاقة. إعاقة ذهنية حركية متطورة، وإعاقة حركية وذهنية في نفس الوقت، يعني عندها 2 إعاقات. هاد البنية كانت عاود لينا ملي مشات المرأة ديالك الزوجة ديالك تولد. اي يا خويا، مشات المرأة ديالي تولد، ديتها سبيطار بني ملال، لا سبيطار كبير، ودخلتها باش تولد، وفات الوقت ريحة 6 سيمانة ولا أكثر في السبيطار، وما بغاش يولد والدي صراحة. علاش؟ ما نكذبش عليك، ما عرفتش علاش. يعني واحد السيدة كانت معاها نيت توفات، هي والجنين ديالها، كانت صاحبة المرأة ديالي، وشفت تقنعت، وهاد السيد اللي كان بغا يفتح ليها يولدها لداخل، عقب هو اللي خرجه وفتح ليها لبرا. تفضل كمل لي. هذا السيد اللي كان بغى يفتح لها الداخل، هي ولدت سيزاريان بالفتيح بالفتيح. ياك. هذا السيد اللي كان بغى يولدها الداخل شنو قال لك؟ هو اللي قال لي انا غادي ندير ليها، بان راه باقا ما ولدها، باقا ما لحقهاش الوجع، وغادي نخرجها وغنديها للكلينيك. دار الكلينيك عنده فين تيفتح هو بالفلوس، وخرجها وداها النيت وفتح ليها 120 ألف ريال، 6000 درهم باش ولد. 6000 درهم. والله ما فات غير المحسنين والناس، وانا تسلفت شي حاجه وطحت ونط وفتحت ليها. ولكن واخا فتحت ليها، البنيه شربات الميكروب ومرضات بزاف بزاف كاع. من تما كنا تنقاسي مع هذه البنت، الام في خطر، يعني بغات تموت، والدريه قالوا لي غديها لسبيطار كبير. ملي ديتها لسبيطار كبير ريحت شي 3 ايام، قال لي البنيه راه خصها تمشي للدار البيضاء، خصها تمشي تعالج في الدار البيضاء. وديتها في لابيلانس، ديتها للدار البيضاء، والبلاصه ما كايناش في الهاروشي، في نص عبد الرحيم الهاروشي. وبقيت تنطلب ونزوق، وكلشي عاد خلاوها ليا، ونعسات سيمانه وحيدوا لي الميكروب وداكشي، ولكن واخا حيدوا داكشي باقي عندها في الراس، هو اللي مأثر على الجسم ديالها. ولات عندها إعاقة، ولاو عندها أطباء ديال الجلد وديال التنفس وديال العظم وديال الراس، يعني عندها شي 5 أطباء ولا 6 لحد الساعة. مازال تنقاسي من عندي شي 26 رانديفو اللي عندي دابا في التليفون، وكل سيمانة خصني نديها للدار البيضاء، وكل ماشي تتمشي ب 1000 درهم، وأنا ما خدامش والله العظيم. لا سيمانة نخدم وسيمانة ما نخدمش غير المحسنين اللي تعاونوني. ومن 3 سنين ونص وانا تنعاني مع هاد البنت، ومؤخرا تيقولوا لي في الدار البيضاء هاد البنت راه ما غاديش تعيش، راه ما غاديش تعيش. يعني علاش؟ داك الميكروب اللي عندها في الراس قال لك اثر لي على الشبكه، ما غاديش تبقى تشوف اول مره. ونيتها هو كلامه هادشي اللي قال لها، المهم شي حاجه وصلت بعدا، يعني البنت ما بقاتش تشوف. بحال درت لها النظاظر، قال لك غادي نديروا لي واحد اللصقه على عينيها واحد السيمانه هنا، ونعقبوا نحيدوها ونردوها سيمانه، ولكن البنت تنتفى داك الشيء من عينيها. ودرت ليها النظاظر دابا، وما كانت تخليش النظاظر تتحيد وما تتلوح، وضربات ليها واحد الجهه ديال واحد العين، والشوف غادي تمشي صراحه. وانا تنقاسي معاها، ومازال تنطيح ونوض معاها، والله يجعل ربي يشافيها ويقعد وسادها. وتنطلب من المحسنين والناس اللي يعاونوني، وتنطلب من جلالة الملك الله يحفظه ويرحمه، الله يوسع عليه، ان شاء الله بغيت يعاونني ويشوف من حال المعاقين. هذا هو دابا غير الناس اللي تيعاونوك، غير الناس اللي تيساعدوك. اي يا خويا، راه غير الناس، والله ما فات غير الناس اللي تيساعدوني، يعني وما تنشوفهمش، ما تعرفش كل اللي تيعطيني كاع. بعض المرات تيجي شي واحد وتيقول لي هاك راه عطاك واحد السيد، ما تنعرفش شكون. الناس راه كاينين المحسنين، وصراحه الله يجعل ربي يديرهم في ميزان المقبول ان شاء الله الرحمن الرحيم. هذا هو. وما البنية خويا، البنية اش غادي نقول لك، ما شاء الله البنية عيانة بزاف، ما تتوقف، ما تتهضر، ما تدير حتى حاجة، يعني عطاوني الترويض بزاف. الترويض عطاوني الترويض ديال النطق، والترويض الحركي، والترويض ديال العينين،
يعني شي اربعه ديال الترويض اللي عندي، والحديثه ما قدرتش على الاخرين ديال غير وحده هي ديال الترويض ديال الحراكي 150 درهم الحصه، وقال لي خصك ديري 6 الحصات في السيمانه يعني 18000 ريال في السيمانه، وما ما سجاد انا ما قادرش على هادشي. نعم ما قادرش على هادشي، ما قادرش اخويا ما تقدرش توقف ماديا، وما ما 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 منعت الصراحه. الرقم ديال التليفون اللي بغيت يتعاونوا معاك الناس او يتساعدوا معاك، الرقم ديال التليفون ديالي وهو 06 13 50 78 40. عاودنا الرقم. الصفر ديال الرقم ديالي هو 06 13 50 78 40، هذا هو الرقم ديال الهاتف ديالي. شي جمعيه ولا شي ناس يتكلفوا بها خويا؟ مشيت اي مرحبا، ما مش مشكل، مرحبا على الراس والعين. شي جمعيه ديال الناس ذوي الاحتياجات الخاصه بالاطفال الصغار. اييه ما عليهم النداء. انا تنوجه لهم النداء من هذا المنبر هذا انا خويا، اللي عطاني واللي ما عطانيش الله يكثر خيرهم، هذا هو يعني. وانا الجمعيه تنتارى شحال، راه مشيت الرباط، مشيت لمراكش، مشيت لاكادير، ورغو الدار البيضاء ما تنحيدش منها يعني، وتنتسارى، ولكن اللي ما عطيتي لي شهاده الاعاقه تيبقى ما كتبش عليك، تيقول لي هذه شنو هي؟ وصراحه اش خلى واحد. واش ما تكلمتيش مع ذاك السيد اللي ولد المراه ديالك؟ لحد الساعه ما تكلم. ما حددش لك شي طبيب نسبه الاعاقه ديال البنيه؟ لحد الساعه مشيت للمبادره الوطنيه في بني ملال، وعطوني غير شهادة الإعاقة وما حدوش لي ال ماشي هما المبادرة ما تتحدش نسبة العجز، نسبة العجز ما طبيب مختص. خويا ما عرفتش أنا بلاصة فين غادي نمشي، ما يعني كل عنده الاختصاص ديالو يعني. ما عرفتش أخويا، ما جريت تقنعت، ولكن ما وخش ما كاينش وخش. شكرا. إذا مشاهدي قناة الشعب، قناة شوف تيفي، كيف ما سمعتوا لهذا السيد فراه تيعاني مع الابن ديالو 3 سنين ونص، بقى صغيرة يعني، ما شافت ما تشوفت، ما عندهاش شي إيتم أو شي ذنب، خلقت حتى هي نفس حتى هي روح يعني، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعني 3 سنين ونص هو كيعاني معاه، طلع هود السبيطارات كازا بني ملال كازا بني ملال، السيد يعني راه غادي يتقادى، هو اصلا الجهد ديالو غادي يتقادى، وعاد نقولوا الماديات. اللي بغيت يتعاون معاه او يتواصل معاه او سمع القصه ديالو بقى فيه بطبيعه الحال، فعطانا الرقم الهاتفي للتواصل 06 13 50 78 40، كيتواجد في دوار ولاد سعيد الواد بضواحي قصب التادله 15 كيلومتر على قصب التادله بالضبط، اذا بث مباشر اخر دائما من مدينه بني ملال او احدى نواحيها او احدى اقاليمها. مع تحيات اخوكم طارق، دائما اسعد الله اوقاتكم بكل خير والى اللقاء.